أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم، وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل أيام قليلة وتحديدا في 26 من شهر آب الماضي، قدمت جنين هنيس بلاسكارت مبعوثة الأمين العام المتحدة للعراق إحاطتها الجديدة لمجلس الأمن عن أوضاع العراق، وهي كما يعني كما تعرفون هي الإحاطة السابعة ربما التي تقدمها إلى مجلس الأمن، والإحاطة بمعنى تقرير تحيط به مجلس الأمن عن أوضاع العراق. يعني هذه الإحاطة السابعة منذ توليها عملها في العراق بداية عام 2019. سبق وأن قدمت هذه الإحاطات إلى مجلس الأمن لكي يسهل عليه مهمة معرفة أو رسم صورة ما يجري في العراق وكيف يمكن التعامل مع العراق من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولي. سبق لبلاسكارت أن قدمت مثل ما قلت إحاطتها في 13 شباط 2019، في 21 آيار 2019، في 28 آب 2019، في 30 كانون الأول 2019، هذه بعد اندلاع ثورة تشرين قدمتها، في 30 آذار 2020، في 12 آيار 2020، وثم في 26 آب. إذن هذه الإحاطة أو التقرير السابع اللي قدمته في كثير من التقارير، يعني خاصة قبل ثورة تشرين وحتى بعد، يعني بعد ثورة تشرين مباشرة، حتى إحاطتها في 30 كانون الأول 2019، كلها لم تكن يعني إلا في صالح الحكومة، إلا دعم للحكومة ضد الشعب الحقيقة. لكن الضغوطات الكبيرة من الشعب بعد ثورة تشرين هي التي جعلت بلاسكارت يعني تتغير قليلا وتقدم تقارير تنصف بها قليلا، تقدم جزء من الإنصاف للشعب العراقي. يعني ربما علينا أن نعرف ما هو أهم ما ورد في هذه الإحاطة اللي قدمت يوم 26 آب لكي نعرف صورة العراق من وجهة النظر الدولي. الآن المجتمع الدولي لديه صورة عن العراق قدمتها بلاسكارت، كيف هذه الصورة وكيف على المجتمع الدولي وعلى مجلس الأمن أن يتصرف مع العراق؟ هذا 17 سنة أمريكا جاءت بهذا النظام، هذا الخراب، هذا الدمار، هذا الفساد وهذا القتل، لتقول إنه النموذج، تقول إنه هي راعية لهذا النموذج بعد احتلال دام وغير مشروع. قالت في هذه الإحاطة وتحدثت أولا عن الوضع الاقتصادي في العراق والفقر، قالت إن نسبة الفقر في العراق ارتفعت بما يزيد عن 10% خلال الأشهر الأخيرة. قالت أيضا إن ثلث عدد سكان العراق الآن تحت خط الفقر. إذا ما فرضنا مثل ما تقول وزارة التخطيط أن العراقيين 40 مليون، معنى هذا وفقا لكلام بلاسكارت أنه 13 مليون و333 ألف عراقي تحت خط الفقر، لا يمتلكون رغيف يومهم، لا يمتلكون سد رمق عوائلهم، فبالتالي يأكلون من المزابل، ذولا يعتاشون على المزابل. هذا واقع الحال. تحدثت أيضا قالت أنه 2 من كل 5 عراقي يعانون من حرمان متعدد الجوانب في الحصول على الخدمات والحقوق الاجتماعية الأساسية. تحدثت أيضا خلال حديث أيضا عن الفقر وعن الجوع، تحدثت أن 3 ملايين عراقي الآن يعانون من سوء التغذية الشديدة والمستدامة، لا يحصلون حتى يعني حتى من المزابل لا يستطيعون الحصول على قوتهم بما يكفي استمرارهم في الحياة. 3 ملايين مهددين بالموت بسبب المجاعة في بلد هو الأغنى في العالم ربما بسبب الثروات اللي حباها الله له، لكن هؤلاء الفاسدين وهؤلاء المخربين الذين جاءوا يدعون أنهم جاءوا من أجل المظلومية وجاءوا بعراق جديد، هذا صورة العراق الجديد الذي يتحدثون عنه، طائفية وخراب ودمار وتمزيق، وهذا الذي يتحدثون عنه، حفاظ على حقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان وأنتم أوصلتم العراق إلى هذا المستوى؟ تحدثت عن مصير مجهول نحو 11 مليون من تلاميذ المدارس وطلبة الجامعات
بعد جائحة كورونا كل دول العالم هيئت منصات، هيئت خططها، هيئت برامجها للتعليم عن بعد، إلا في العراق. العراق ليس له القدرة على التعليم عن بعد، هو التعليم من قرب ليس له. كان عدد التلاميذ في الصف الواحد أكثر من 70 إلى 80 وربما 100 و120 طالب في الصف الواحد. مدارس طينية أكثر من 12 ألف مدرسة، جامعات، لا توجد جامعات جديدة، لا توجد مدارس، لا توجد معاهد، لا توجد ورش للتدريب. فبالتالي الآن في ظل كورونا، في ظل هذه الجائحة الخطيرة، في ظل كل الإصابات الخطيرة التي في العراق، العراق ليس له منصات للتعليم عن بعد، ليس لديه بنى تحتية، لم يسعى لبناء بنى تحتية، لا وجود لأموال لهذه، لا يوجد تخصيصات لكل هذا. وبالتالي ذاهب 11 مليون، تتحدث عن 11 مليون تلميذ وطالب جامعي مصيرهم مجهول، مثل حال مصير العاطلين العمل من خريجي الكليات. تحدثت عن الأمن كل الجهات الإنسانية التي تقدم إمدادات إنسانية لمن يتهدد أمنهم غير قادر على العمل. تقول أن هذه المنظمات، كثير من المنظمات الحقوقية الإنسانية التي تساعد الناس المهدد أمنهم غير قادرة، وبالذات التظاهرات غير قادرة أن تقدم مساعداتها للمتظاهرين، للمطالبين بحقوقهم، للمهددين بأمنهم، لا تستطيع أن تقدم لأنها مهددة أيضا هذه، وتحتاج إلى تمويل وتحتاج إلى حماية، وهذه غير متوفرة في العراق. تحدثت عن المظالم المهملة برغم الاحتجاجات المستمرة، ولا أحد يستجيب، حكومات لا تستمع إلى مظالم الناس، لا تستمع إلى مطالبهم. استهداف الناشطين تحدثت عنه، ارتفاع وتيرة قتل المتظاهرين واستهدافهم بالقتل والخطف والتهديد وإسكات أصواتهم، لا حقوق في العراق. تحدثت عن المفقودين والمغيبين، تحدثت عن مئات الآلاف من المغيبين، تحدثت عن النازحين، قالت أن هناك لحد الآن من النازحين 1,400,000 نازح الآن لا يستطيعون العودة إلى بيوتهم، لا يستطيعون العودة إلى مدنهم بسبب منحهم من قبل الميليشيات وقوى وعصابات استملكت أموالهم وتريد أن تأخذ كل شيء منهم وبدعاوى طائفية. تحدثت عن العدالة الحقيقية الغائبة والمساءلة في دانة العنف، والإعلان عن نتائج التحقيقات التي يتم الإعلان عن تشكيل لجان لها غير موجودة. تحدثت عن اختطاف الأحزاب للمطالب المشروعة للشعب العراقي وترهيب الناس بأضرحها المسلحة الميليشياوية. تحدثت أيضا عن عدم وجود بيئة مستقرة في العراق تتيح للمواطن العراقي العيش الآمن بما يوفر له شروط السلام والأمن. تحدثت عن السلاح المنفلت، عدم قدرة العراق على تحمل دورة جديدة من العنف المتصاعد، العراقيين غير قادرين على تحمل قتال جديد، صراعات جديدة. تحدثت عن الانتخابات المبكرة والمعوقات التي تقف إزاء التنفيذ الصحيح لها. تحدثت عن الفساد وتداعيات العدالة والشفافية وكل هذا. النازحين مثل ما قلنا تحدثت عنهم 1,400,000 نازح، انخفاض الدخل العام أيضا تحدثت عنه الفردي والعام للعراقيين، الوضع الاقتصادي السيء للعراقيين، زيادة الفقر، زيادة البطالة، زيادة المشاكل. تحدثت عن وضع اقتصادي خطير، وضع سياسي خطير، وضع اجتماعي خطير، كل هذا تحدثت عنه. لكن السؤال يبقى، ما النتيجة؟ ما الذي سيفعله المجتمع الدولي؟ ما الذي ستفعله الأمم المتحدة؟ ما الذي سيفعله مجلس الأمن إذا كارثة كبيرة مثل هذه حلت بالعراق؟ هل يغض الطرف عنها مثل ما غض الطرف عنها طوال 17 سنة؟ هذا هو النموذج، نموذج الخراب الذي أرادته أمريكا واللي أرادته إيران، والآن العراق والمواطن العراقي في محنة كبيرة يحتاج إلى أن يقف مع المجتمع الدولي، هذا المجتمع الذي يساند هذه الحكومات، الذي يقف معها ويحترمها ويعترف بسيادتها ومشروعيتها. عليه أن يراجع نفسه من جديد. هذا التقرير الأممي هكذا يتحدث، هذا جزء من حقيقة واقع العراق الجديد مثل ما يسمونه. الكارثة كبيرة الحقيقة، الإلمام بها صعب جدا جدا. وقت هذه الحلقة انتهى، أترككم بخير وألتقيكم في حلقات أخرى إن شاء الله.